وشوشة. عملت ايه الفيلم اللي قبله؟ عملت ايه؟ الناس حبوه ولا لا؟ بعد كده ببتدي افكر ان اعمل حاجة تانية خالص عكسي، عكس كل اللي عملته. بيرجع بقى على حسب ايه بطل الموضوع دلوقتي. زي سالم مثلا، كان وقت من الاوقات كان بطل كل القنوات الفضائيه، البائع المتجول البائع المتجول البائع المتجول. فرحت رايح ليه، جيت بعدها لقيت عايز اعمل ارجع بقى لحاجه لايت كوميدي عشان انا نازل في العيد. فابتديت افكر في الخلبوس، بستنى بقى الخلبوس لغايه ما ينزل اشوف ردود الافعال بتاعته ايه مع الناس، وابتدي افكر. يعني كل سنه ليا تفكير جديد، ما فيهاش، ما عنديش قاعده كده في الاختيارات ثابته، كلها بتبقى مبنيه على ردود افعال الناس من اللي قدمته. ليه اعمالي مقله؟ مش مقله، انا بعمل فيلم في السنه. فيلم في السنه بالنسبه لي يعني يوم، يعني عقبال ما الفيلم يتحضر ويتكتب ويتنفذ ونخش في مشاكل اللي بتحصل في كل الافلام وينزل تبقى السنه خلصت. وشوشه. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوالي،